أفاد مصدر أمني مصري رفيع المستوى نجاح اليوم الأول للهدنة ونجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين تحت إشراف كامل من مصر. وسلمت مصر 24 محتجزا إلى الجانب الإسرائيلي كانوا قد وصلوا إلى معبر رفح البري من قطاع غزة عن طريق الصليب الأحمر. من جهتها قدمت الأطقم الطبية المصرية الرعاية الصحية للمحتجزين، حيث جرى الفحص الطبي ل 13 إسرائيلي و 10 تايلانديين وفلبيني واحد. من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وصول المحتجزين المفرج عنهم إلى إسرائيل، حيث خضعوا لفحوصات طبية. في غضون ذلك وجهت تايلاند الشكر لمصر عن دورها في إطلاق سراح المحتجزين التايلاند خارج إطار الصفقة.